اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم، واحد من النجوم الكبار اللي لعبوا للنادي الاهلي وخد برونزيه كاس العالم العادي، يعني يا كابتن هاني يعني في السكه كده، في السكه كده هو ماشي. ازيك يا ميرو؟ حبيبي يا كابتن، مبارك ايه؟ انا سعيد جدا، شرف ومنور. معلش انا دايما بقدمك بشكل مختلف عشان احنا اخوات يعني، فبالتالي حبيبي يا كابتن طبعا برحب بحضرتك وطبعا كابتن هاني كابتن رمزي، وسعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وطبعا دايما ببقى سعيد وانا موجود في قناه النادي الاهلي. يعني كابتن هاني بعد اذنك اتكلم، بس لانه النادي الاهلي النهارده او الاهلي بيرفع للفيفا 4 نقاط غير عادله في مونديال الانديه، وده نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وفد النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي الذي شارك اليوم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة تحديد المركز الثالث التي تقام غدا بملعب النهيان، عبر عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الهلال السعودي، وأن ما بينهما من أواصر حب وارتباط أخوي أكبر من أي نتيجة مباراة، وأن لقاء الغد ما هو إلا جولة في إطار المنافسة الشريفة، متمنيا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين ويشرف الكرة العربية في مونديال الأندية. وخلال الاجتماع طلب وفد النادي من اللجنة المنظمة أن ترفع إلى فيفا رسميا العديد من النقاط الغير عادلة في تنظيم بطولة العالم للأندية، وذلك بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة في هذه البطولة 7 مرات، وأولى هذه النقاط تمثلت في نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي يشارك فيه بطل أفريقيا وأسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. النقطة الثانية بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه 9 من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الأفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور فيفا أن ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية. النقطة الثالثة تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات. في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد أكبر من المباريات وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى. النقطة الرابعة وخاصة بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثلما حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، وضم وفد النادي الأهلي كلا من المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن سعد الحفيظ مدير الكرة، كابتن سمير عدلي المدير الإداري، كابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وحنان الزيني مدير اللوائح، واللواء علاء صلاح المسؤول الأمني. إذن ده كان النص الحقيقة لما حدث النهاردة في الاجتماع الفني يا كابتن هاني. ده شيء مهم، ده شيء مهم جدا جدا، زي ما احنا بنقول كان لازم النادي الاهلي يعمل كده. ده طبعا النادي الاهلي طبعا المهندس خالد مرتجي طبعا على درايه كامله وعلى علاقه طيبه جدا بالفيفا، وبالتالي كان 4 نقاط مهمه جدا 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 شرحها النادي الاهلي، ابرزها طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيها اسلام، وهناخد برضو راي امير فيه، يعني التكافؤ الفرص، ازاي بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه ييجوا على المباراه نصف النهائيه، وبطل افريقيا واسيا عندهم ادوار تمهيديه، ده طبعا نقطه لازم الفيفا تاخد بالها. والنقطه كمان الاهم اسلام، ان احنا بنتكلم على يعني على اللعيبه اللي بتتوقف، يعني انت خلاص انت كده كده بتلعب مباراه ومباراتين عشان توصل المباراه النهائيه، وبالتالي تكافؤ الفرص كمان في عمليه الانذارات لازم يكون موجود. وقال نقطه مهمه جدا، هل يا ترى لو كانت بطوله امم اوروبا هتتلعب كان ممكن جدا الفيفا يوافق على هذا الميعاد؟ ما اعتقدش، لان في اعتقادي الشخصي كان هيبقى فيه تاجيل شويه لهذه البطوله يتوافق مع بطولة أوروبا، وبالتالي كمان هنرجع لنظرة الفيفا للبطولة الأفريقية اللي لازم تتغير بشكل كبير جدا. البطولة الأفريقية من أفضل البطولات على مستوى العالم، بيشارك فيها
اكبر لاعبي العالم اللي بيشاركوا في الدوريات الاوروبيه بشكل كبير، وبالتالي كان مهم جدا جدا، وشابوه وتحيه للنادي الاهلي للفت نظر الفيفا في اربع نقاط مهمه جدا جدا. والنقطه الرابعه امير كانت الحكام، صحيح. واحنا تاثرنا بالتحكيم بشكل كبير جدا في المباراه الاخيره امام بالميرس، وخصوصا في ركله الجزاء. حتى لو يعني احسب لي ركله الجزاء تضيع او ما تضيعش، تيجي او ما تجيش، تكسبني او تخسرني مش مهم، لكن في النهايه اديني حقي. هو اساسا يا كابتن كمان طبعا بالنسبه للبيان ده مهم جدا، لان التوقيت زي ما قلنا كان صعب جدا. انت يعني بتتكلم في بطوله كبيره زي ما حضرتك قلت وكابتن اسلام، بطوله امم افريقيا بطوله كبيره جدا، وعندك بطوله برضو مهمه جدا كاس عالم الانديه، فطبيعي ان انت لازم يشوفوا حل بالنسبه للتوقيت بالنسبه للمشاركه، لان انت عندك لعيبه مهمه جدا دوليه موجوده مع المنتخب، وبالتالي انت في الظروف اللي موجوده بتاعت كورونا والى اخره، فانت يعني وده اللي حصل في كاس العالم للانديه. انت غاب عنك حوالي 8 لعيبه، وفي اصابات، وفي ناس جالها كورونا، فانت عندك اكيد يعني عدد كبير وهائل من اللعيبه المميزه جدا في مع المنتخب والنادي الاهلي. فبالتالي انت كنت النهارده يعني النادي الاهلي يعني اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، وممكن اكبر الانديه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه، فكان لازم يشوفوا حل لده. فطبيعي ان النادي الاهلي باسمه الكبير اللي هو لازم يحتاج في حاجه زي كده، ولازم يشوفوا صرف الكلام دوت، لان طبعا بطوله مهمه زي دي انت بتلعب غيابات. والنادي الاهلي يعني احنا ثالث العالم انديه مرتين نسختين، وبالتالي المره دي كان عندنا امل ان احنا نعدي المرحله دي، فلكن مع لون الميدالي بالظبط. فيعني وخصوصا ان احنا يعني ده قلقنا شويه، يعني خلينا واقعيين، قلقنا شويه قبل البطوله ان عندك غيابات مهمه جدا، عندك اصابات، وفي نفس الوقت داخل على بطوله مهمه جدا غيابات، وفي شباب طالع معاك ومش تلعب بشكل اساسي. ولكن احنا عارفين طبعا النادي الاهلي بمن حاضر، والنادي الاهلي اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد هيأدي بشكل كويس ويأدي بروح النادي الاهلي. لكن طبيعي ان احنا كنا قلقانين شويه قبل البطوله، لكن طمعنا بعد اول لقاء ماتش المونتيري، طمعنا خلاص انك انت هتعدي، فكان عندنا امل كبير جدا ان احنا نكسب ماتش بالميراس بحيث ان احنا نوصل للفاينل نعدي الميداليا زي ما قلنا، وكان عندنا طموح شرعي، لان انت كمان فرق علي معلول كمان وديانج اللي هم انضموا لينا، وطبعا اللعيبه حتى الدوليين اللي منضمين ليك منضمين قبل الماتش بيوم، وناس تعبانه وناس مرهقه في عدد مهول من اللقاءات الدوليه، فاكيد اثر بالسلب على ده. لكن كنا نتمنى وطمعنا ان احنا نوصل للفاينل، ولكن انا بقول الحكم كان له دور كبير جدا. طبعا كل طموحاتنا على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، ان احنا كنا رايحين ان احنا السنه اللي فاتت برونزيه، السنه دي على الاقل تقدير نوصل المباراه النهائيه. بالظبط. مرينا بظروف صعبه جدا جدا، فانا في اعتقادي ان شاء الله باذن الله البرونزيه دي كمان هيكون ليها طابع مختلف. اكيد هتكلمنا كمان على البرونزيه اللي انت كسبتها امير، وكانت اعتقد زي ما كابتن اسلام قال كان اول برونزيه للنادي الاهلي. عشت ده ازاي؟ كنت عايش اليوم اللي قبل المباراه ازاي؟ بص يا كابتن، هو طبعا احنا يعني النادي الاهلي شارك بشكل مميز، وفي نفس الوقت بعدد نسخ كبيره جدا في كاس العالم للانديه، يمكن اكيد كان في اخفاقات وفي نجاحات. طبيعي. الاخفاقات كانت في البدايه خالص، يمكن اول بطوله كانت موجوده سادس. اكيد ما كانش عندنا خبرات، غلبنا الماتشين بالظبط، وخلي بالك يا كابتن الجو اول مشاركه، بس كانت اول مشاركه اول مشاركه الجو صعب جدا، كانت في اليابان اول مشاركه، والبلد والتوقيت، يعني كان الكابتن اسلام عارف الكلام ده. احنا قعدنا اربع خمس ايام بننزل التمرين بننام، قاعدين بنتغدى بننام، قاعدين في المحاضرات بننام، محدش طايق حد اللي هو طبعا فرق التوقيت انت مش متخيل، نبص لبعض كده بالظبط اللي هو فرق توقيت فرق كبير فظيع. فبالتالي خدنا مركز السادس، وبعد كده لما بقى رحنا بدري، وبعد كده خدنا خبرات واستفدنا من اللي فات، والحمد لله خدنا ميداليه برونزيه، كانت بالنسبه لنا كانت حاجة كبيرة جدا انك انت بتاخد تالت العالم، وفي نفس الوقت كنا مستعدين كويس جدا. فاكر الاستقبال؟ طبعا. فاكر الجمهور؟ طبعا. فاكر الاوتوبيس المكشوف؟ طبعا. كمان يا كابتن اسلام اللي قبليها احنا رحنا كابتن هاني معسكر في اليابان، وقعدنا لعبنا ماتشات وديه لو تفتكر. يعني رحت قبليها بفتره بقى عشان بقى تاخده تسعة خلاص. المره سبعة تسعة هو قال لك لازم قبلها باسبوع او قبلها ب 24 ساعة. يعني قبلها باسبوع يا اما قبلها بيوم على طول. يا قبلها بيوم على طول، يعني احنا مثلا سافرنا اثيوبيا لو تفتكر سوبر سافرنا قبل الماتش باقل من 24 ساعه. ليه؟
لان كان عندنا دوري بالظبط. هو انت عشان تتكيف على الجو يا اما على طول يا اما اسبوع يا اما اسبوع يا اما تروح على طول يا اما تروح على طول. فهو كان قراره في اثيوبيا مثلا ان احنا نروح قبل الماتش. احنا رحنا الماتش بالليل وصلنا بالليل ما اتمرناش او اتمرنا هنا وسافرنا نمنا صحينا لعبنا الماتش رجعنا ماتش كان 3 الظهر رحت ليله الماتش الماتش كان 3 الظهر. لو كواليسه كمان يا كابتن لو تاخد بالك يا كابتن اسلام في الماتش ده كان في انابيب اكسجين كان النجم الساحلي كان بيدخله والله بجد كان يخش يعمل انابيب اكسجين ده كاس السوبر ده كاس السوبر يخش ياخد نفس ويرجعه تاني. فكانت ماتش صعب. انت بتتكلم في بلدين كمان اليابان بتاخد وقت كبير جدا عشان تتاقلم على الجو طبيعي. الجو كابتن صعب جدا هناك وفرق التوقيت تلج تلج وفرق التوقيت غير طبيعي. وقعدنا 3 ايام قبل ما فوقنا قبل ما استوعبنا احنا في ايه. كنت 3 ايام كنا اتغلبنا ورجعنا يعني عارف اللي هو كنا خدنا الماتشين ورا بعض بس حاجه جده مش فاكر ومين التاني وغلبنا ورجعنا. كان فريق من المكسيك اعتقد ما ده اللي بتكلم عليه عمليه الخبرات وان النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي وصلت لمونديال الانديه ده بيديك خبرات. تفتكر الخبرات دي هتفرق كمان بكره؟ انت بتلعب فرقه كبيره زي الهلال بطل اسيا. ازاي نستفيد بالخبرات ديت الخبرات اللي اكتسبناها من خلال يمكن 7 أو 6 بطولات قبل كده نستفيد بيها ازاي؟ ماشي يا كابتن عشان السؤال ده مهم جدا. ممكن نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا قال لزميلنا امير هشام. نطلع نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ لزميلنا امير هشام ونرجع لان السؤال ده الحقيقه مهم جدا 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 ونسمع اجابته من كابتن امير عبد الحميد بعد لقاء كابتن سيد عبد الحفيظ. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان على هامش المران الأخير للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في مركز أو تحديد مركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي. كابتن سيد برحب بك في البداية وعايزين نطمن ونطمن جماهير النادي الأهلي على استعدادات لمباراة مهمة ومباراة بميدالية إن شاء الله نكرر إنجاز السنة اللي فاتت. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن وصلنا لمباراة طبعا كبيرة مباراة مع بطل آسيا وفرق من الفرق المصنفة بشكل كبير يعني فرقة الهلال على ميدالية وعلى مركز ثالث ورابع. مباراة زي ما قلت هيبقى بالتأكيد مباراة ليها طابع خاص يعني إن شاء الرحمن بإذن الله نكون موفقين في التعامل معها وإن شاء الرحمن ربنا يوفقنا ونكسب بإذن الله. النهارده في المؤتمر الصحفي كان يعني بعض الصحفيين السعوديين بيشوفوا ان الانديه السعوديه والمنتخبات السعوديه كعبهم عالي على المصريين وعلى الانديه المصريه وكده. بتستقبلوا امور زي دي ازاي او بتتعاملوا معاها ازاي يا كابتن سيد؟ خلينا نتكلم في الواقع اللي احنا فيه. انت بتلعب في كاس العالم للانديه يعني دخلنا على 3 مدارس مختلفه يعني سواء كان بطل المكسيك او بطل البرازيل وبعدين دلوقتي بتتكلم مع بطل اسيا يعني فانت بتتكلم على مدارس مختلفه وهي دي كاس العالم للانديه. يمكن في الاول في مشاركتنا في الاول كان معانا فرق كويسه قوي كانت نمتلك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في 2005 وفي 2006 و2008 و2012 و2013 لكن انت سقف طموحك عالي جدا بتواجدك المستمر وتواجدك الدائم في كاس العالم للانديه يعني. انا بقول دايما ان المباريات الكبيره بتبقى ليها شخصيات تليق بيها يعني بالتاكيد المباراة في الفرقتين عندهم الإمكانيات والقدرات والعقليات اللي تقدر تلعب وتأدي بشكل يليق باسمهم ومكانتهم ويليق بالحضور اللي هيكون موجود بكرة بإذن الله. هل بتشوف يا كابتن سيد أن حظ الأهلي السنة دي وحش بما أنك اتكلمت على طموح الأهلي طموحنا زاد كجماهير أن احنا نوصل مباراة نهائية أقل تقدير ميدالية فضية يعني تبقى إنجاز جديد للنادي الأهلي. هل الظروف كلها عندت الأهلي السنة دي؟ ما مش عايز اقول ظروف لكن هي حسابات مش عايز اخوض فيها الصراحه عشان ما تتضايقش يعني لكن في النهايه خلاص انت اتعاملت مع الواقع يعني وخلاص جينا المباراه الاولى مع مونتيري قدمنا ملحمه يعني ان صح التعبير يعني بالمراس يعني فرقه طبعا ليها اسمها ومكانتها حتى لما بتتكلم مع المسؤولين اللي هناك كان يقول لك انا ما عنديش اي استعداد ان انا كنت اخسر من اللي شفته منكم السنه اللي فاتت من اللي شفته مردودكم قدام مونتيري ف بقيت انت على المستوى العالمي الحمد لله رب العالمين يعني وانت جاي قبل كده في كاس العالم للانديه الناس بتبقى عايزه تعرف النادي الاهلي كان اول كلام بنقوله للعيبه يعني عبر عن هويتك عبر عن ناديك عبر عن القاره اللي انت بتمثلها النهارده انت من غير ما تعبر هي الرساله واصله والمردود واصل يعني لكن عندك طموح بقى وعندك اهداف عايز تحققها بعد الهلال السعودي على طول عندنا الهلال السوداني في كاس في دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني هيلعب النهارده مع سان داونز يهمنا برده ان احنا نشوف ونقف على المستويات الدنيا ماشيه ازاي يعني فكل دي حسابات يعني لكن في الموسم بتاخد مرحله 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 بوقتها يعني
كابتن سيد، يعني فيما يتعلق باللاعبين الدوليين واكيد احباطات يعني بسبب المشاركه مع منتخب مصر والهزيمه في المباراه النهائيه وبالتالي الهزيمه امام بالميراس، التعامل النفسي معاهم في الجزئيه دي بيبقى ازاي؟ بص، النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي نقطه طبعا نقطه مهمه، لكن في الاخر برضو الخبرات بتيجي منين؟ يعني الخبرات بتيجي من المواقف اللي انت مريت بيها، الاحداث اللي مريت بيها، الظروف اللي انت احتكيت بيها، فبالتالي بتاخد خبرات. يعني الموضوع مش سن بيكبر وخلاص، يعني المفروض ان انت كل حاجه بتمر عليك بتاخد عليها خبرات، خصوصا ان الكره احداثها سريعه. يعني النهارده حاله بطموح ببطوله، بكره حاله بطموح ببطوله، فده مهم جدا ان يكون في الحسبان. يعني اعتقد اللعيبه اللي عندنا الحمد لله عندها من الخبرات انها تقدر تتعامل بالشكل الامثل. يعني كابتن سيد، انت يعني جيت مع الاهلي 5 كاس عالم قبل كده، او ده خامس، اصعب بطوله من الجانب الفني من وجهه نظرك وكمان من جانب الظروف اللي واجهت الاهلي قبل البطوله، ايه هي اصعب؟ لا، هي من جانب الظروف بتاعت السنه دي طبعا طبعا، لكن من جانب الفني انت بتقابل على ابطال العالم، وبعدين مش ابطال العالم من 10 سنين مثلا، يعني انت هم ابطال العالم السنه دي، يعني كل واحد مثلا على مسافه زمنيه 4 شهور 5 شهور 6 شهور. يعني احنا مثلا من 6 شهور البطوله بتاعتنا مثلا، يعني اسيا بعدنا بشويه مثلا، عندك الهلال يعني بعدنا بشويه، اوروبا كان قبلينا، عندك بالميراس بعدينا بشويه متاخره سنه، يعني اقصد مستحدثين، يعني الموضوع مش من زمان، فالمستويات ممكن تكون اتغيرت يعني، فكلها فنيا طبعا صعبه. لكن المره دي تقابلت السنه اللي فاتت يمكن اول مباراه كانت مع دحيل صاحب الملعب يعني البطل، وبعد كده لعبنا بايرن ميونخ، وبعد كده بالميراس. المره دي الامر مختلف، لعبت المكسيك وبعد كده بالمرس وبعد كده الهلال. يعني فكل البطولات الفنيه بالتاكيد صعبه يعني، مش سهله. طيب سؤال اخير يا كابتن سيد، عشان ما اعطلكش، جزئيه تجديد الدوافع دايما الاهلي بيمتاز بالجزئيه دي جدا، وفي الحقيقه تصريحات الجهاز الفني، تصريحات حضرتك ان انت دايما عايز تاخد بطوله دوري ابطال افريقيا عشان تيجي وتحاول تحقق الطموح اللي انت كنت بتحاول فيه السنه دي، ازاي بتهيئوا نفسكم في الجانب ده وتجديد الدوافع تحديدا؟ بص، اللي حصل مع الاهلي السنه دي حتى عند الناس هو اكبر دليل، اكبر دليل على اللي انا قلته من شويه، ان انت الاستمراريه بتشيل لك الخوف من جواك. يعني انت كل يوم بتروح مكان رغم ان هو مرعب، رغم ان هو مرعب، بس كل يوم بتروحه تاني يوم خلاص، او تالت يوم او 10 يوم او على بعد نهايه الشهر الاولاني مش هتلاقي نفسك قلقان من حاجه ولا مرعوب من حاجه. تمام، هي برضو كده لو تقيسها عند اللعيب، كل يوم بتلعب ماتش كبير، كل يوم بيلعب ماتش كبير، مفيش قلق ومفيش خوف. هي الحته دي اللي انا بقولها، يعني ان استمرارنا وتواجدنا المستمر على سقف الطموح عند الناس. هل انت بقى عندك القدرات والامكانيات اللي تساعدك على كده؟ كانت عندنا طبعا بالتاكيد، كنا نامل ممكن تكون في ظروف كانت صعبه شويه، غياب الدوليين، اصابات بعض اللعيبه المؤثره، غيابات كورونا في الاول، عدم التواجد بشكل كامل للاستعداد الامثل لبطوله كبيره زي كده. انت عارف يعني ايه لعيبه المنتخب تيجي لك يوم 7 بالليل، يعني 7 بالليل وانت عندك ماتش يوم 8 مع قبل النهائي. لكن الحمد لله على كل شيء، زي ما انا قلت يعني نامل يا رب ان يكون برضو التوفيق حليفنا ونحقق بطوله افريقيا كتاريخ لينا برضو، ونرجع بشكل كبير السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله التوفيق يا كابتن سيد. شكرا. شكرا. ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وتصريحات كتير جدا مهمه قبل يعني ساعات قليله من مباراه الاهلي والهلال في يعني المباراه الخاصه بتحديد المركزين الثالث والرابع. ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز بالبرونزيه بكره عشان تبقى ثاني مره على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي. استعدادات ماشيه بشكل كويس، ان شاء الله التوفيق يبقى من عند المولى عز وجل في مباراه الغد، وان شاء الله الاهلي يكون موفق. شكرا طبعا لزميلنا امير هشام على هذا اللقاء، وكلام مهم جدا الكابتن سيد قاله يا كابتن. ما فيش شك، كلام مهم، ويمكن تطرق يمكن السؤال اللي كنت بساله لك قبل ما نشوف الكابتن سيد. هو الكابتن سيد بيقول انت خلاص المفروض عمليه الرهبه ما بقتش موجوده، انت متواجد بشكل مميز، اكثر الفرق تواجدا في كاس العالم للانديه، عمليه الخوف والرهبه ما بقتش موجوده، لكن الاحترام هو اللي يكون موجود بكره. في السؤال اللي سألته لك، ازاي نستفيد من الخبرات اللي خدناها كنادي اهلي متواجد ل7 مرات في كاس العالم للانديه، ونستفيد بها بكره امام فريق كبير زي فريق الهلال السعودي؟ بص يا كابتن، هو مبدئيا طبعا نادي الهلال فريق كبير جدا، ويمكن من اجمد الانديه في اسيا وفي السعوديه كمان بشكل خاص، واكيد طبعا عنده لعيبه مميزه جدا، ودايما بيدعم الفريق بلعيبه مميزه جدا ولعيبه اوروبيه، فبالتالي لقاء بكره هيبقى صعب جدا بالنسبه لنا. لكن
انا شايف النادي الاهلي يعدينا خلاص الظروف اللي فاتت دي، ويمكن طمعنا شويه ان احنا ناخد خطوه ان احنا نوصل للفاينل، ولكن خلاص انت دلوقتي في امر واقع انك انت هتلاعب فريق كبير وبتنافس كمان على ميداليه. يمكن مش عايز اقول ان حتى على مستوى الاعلام دلوقتي قدامنا كمان، يعني ده الاعلام السعودي وبيتكلم، دي صحيفه اليوم السعوديه بتتكلم ان طبعا الهلال زعيم اسيا بثمان القاب، الاهلي فخر افريقيا ب 23 لقب، وبتجيب طبعا الالقاب النادي الاهلي ب او الهلال 64 لقب، النادي الاهلي 142 لقب، وبتكتب ارقام واضح جدا كمان ان طبعا فريق الهلال وكل اسيا طبعا تحترم اسم كبير زي النادي الاهلي من خلال الارقام اللي معروضه ومن خلال اداء النادي الاهلي خلال اللي يمكن الفترات اللي فاتت اللي بيأدي فيها على المستوى الافريقي بمستوى اكتر من رائع. يعني اكيد يا كابتن طبعا النادي الاهلي نادي كبير، يعني العالم كله عارف مين هو النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، فبالتالي احنا الحمد لله كل النسخ اللي كانت موجوده في كاس العالم احنا بنسبه كبيره جدا 99% احنا موجودين في النسخ اللي موجوده في تنظيم كاس العالم للانديه. طبعا نادي الهلال اكيد يعني عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي، وكذلك احنا في النادي الاهلي طبعا عارفين قيمه النادي الهلال. النادي الهلال من الفرق العظيمه في اسيا وفي السعوديه، فبالتالي اكيد لقاء بكره هيبقى لقاء صعب جدا، لكن يعني ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي خلاص احنا الظروف اللي فاتت دي كانت لازم كنا نمر بيها وخلاص انت في امر واقع. عندك اللعيبه الحمد لله نوعا ما عندك يومين ثلاثه ابتدوا ياخدوا راحه واستشفاء من البطوله، انت جاي عندك عدد لعيبه جايه فيها اجهاد غير طبيعي. اللعيبه الدوليه تقصد؟ الدوليه طبعا اللي جايه باجهاد غير طبيعي، وجاي زي ما كابتن سيد قال ان هي تدخل قبل المعسكر بكام ساعه، وفي نفس الوقت طبعا انت بتعامل نفسي بتعامل استشفاء بتعامل كل حاجه. ده كمان خلي بالك ده الاجهاد البدني، الاجهاد النفسي كمان اللي يمكن لاحظناه بشكل كبير جدا مثلا على محمد صلاح من خلال بعد رجوعه والاحباط اللي كان فيه، ده كمان بيأثر بشكل او باخر على الـ على الـ على الاداء البدني وبيكون في خوف من الاصابه. لكن زي ما انت بتقول اعتقادي الشخصي خلاص ان مباراه بكره كمان باذن الله ان شاء الله باذن الله لو فزنا بيها كمان هيكون عامل ايجابي، ونبدا بقى نخش كمان على البطوله الافريقيه، مستنينا كمان مباراه طبعا الهلال السوداني في بطوله افريقيا، فكلها كله رابط مع بعض. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ان في مراحل بنمر بيها، تركيزنا على البرونزيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره، لكن كابتن اسلام مش سهل، يعني الموضوع مش سهل خاصه ان الاهداف كانت للفرقتين مشتركه، الهلال كان من اهدافه الوصول للمباراه النهائيه، كذلك النادي الاهلي رغم الصعوبات لكن من اهدافه للوصول للمباراه النهائيه، وبالتالي كله بيتمسك طبعا بالبرونزيه. يعني اكيد يمكن طبعا نادي الهلال اعتقد ان هو اول مره في حياته ان هو يشارك على البرونزيه تقريبا في النسخ كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي طبعا اكيد عنده دوافع برضو، يعني كيان النادي الاهلي كبير والدوافع كبيره جدا انك انت تاخد برونزيه كاس العالم للمره الثانيه على التوالي، اعتقد ان دي برضو عايزه تركيز كبير جدا، وعايزه ان شاء الله يكون مستر موسيماني يحط التشكيل مناسب للقاء، لان انت بتلعب فريق قوي جدا عنده لعيبه مميزه. ولكن زي ما حضرتك قلت احنا النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج، ودايما بتطلع من بطوله لبطوله، انت هتخش هتطلع من كاس العالم ده هتخش على بطوله افريقيا عشان ترجع تاني تلعب كاس عالم، فده حال النادي الاهلي، وده الطبيعي ان النادي الاهلي بيفكر فيه. فاتمنى ان شاء الله لقاء بكره اللعيبه كمان تكون مركزه ان شاء الله باذن، ان حاجه مهمه جدا انك انت تاخد برونزيه كاس عالم للمره الثانيه على التوالي. كنا بنطمع طبعا في حاجه زي كده، اكيد النادي الهلال كان بيطمع ان هو يوصل للمباراه النهائيه، لكن حتى في أسوأ احتمالاتها كابتن اسلام وكابتن هاني في أسوأ الظروف انك انت في اخر 6 دقائق كنت تقدر تكسب اللقاء، لكن التحكيم كان ليه دور كبير جدا، والظروف كانت معاكسه انك انت لينا بينالتي ولينا كذا فرصه من وليد سليمان وهاني محمد هاني وشريف الجول اللي جه طبعا، فانت في 4 5 دقائق انت جبت 3 اهداف و3 فرص كنت ممكن تقدر تحرز 3 اهداف. ولكن اللقاء بكره ماتش صعب، اتمنى ان شاء الله يكون في تركيز، لان طبعا نادي الهلال نادي كبير وان شاء الله نستمتع، واكيد ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو باذن الله يحرز البرونزيه، وان شاء الله باذن الله النسخه القادمه ان شاء الله نلعب على الكاس على الفاينل باذن الله. عايز اكلمك من الناحيه الفنيه يا امير، انت كنت بتستعد كحارس مرمى لمثل هذه المباريات ازاي؟ لانها مباراه صعبه جدا. ولكن خلينا نروح نشوف برضو امير هشام عمل لقاء مع كريم فؤاد، نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم
مرة أخرى ونسأل كابتن أمير كيف كان يستعد لمثل هذه المباريات كحارس مرمى ورأيه طبعا في علي لطفي خلال المباراتين السابقتين. ولكن نطلع نشوف هذا التقرير مع كريم فؤاد ونرجع نكمل. تحياتي لك يا كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني كواليس كتير جدا في مقر اقامه الاهلي هنا في ابو ظبي وخلال المشاركه في كاس العالم للانديه. معايا لقاء مهم جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي كريم فؤاد. كريم برحب بيك في البدايه. اهلا بيك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كويسه. ممكن تقرب المايك سنه؟ كده أيوة كويس كده زي الفل. حلو قوي. كريم موجود مع الفرقه في كاس العالم، اجواء مختلفه، يعني كوره مختلفه، مستويات ايضا مميزه جدا جدا في البطوله. كلمني الاول على البطوله دي وعن مشاركتك فيها. والله هي طبعا زي ما انت لسه قايل هي بطوله كبيره ويعني كاس عالم الانديه ومستويات عاليه، واحنا من اول السنه واحنا يعني بنجهز للبطوله دي ويعني حاطين هدفنا فيها، واللعيبه كلها عندها طموح من اول السنه، من يعني من قبل السنه ما تبدا. ويعني هي طبعا كاس العالم دي حاجه كبيره جدا، ويعني دي اول مشاركه ليا ويعني حاسس بفخر بصراحه. كريم مباراه مونتيري في الحقيقه تعتبرها، انا عن نفسي بعتبرها شهاده ميلاد جديده لكريم، او هي دي شهاده الميلاد بالنسبه لك مع النادي الاهلي، خصوصا انت لسه جاي ما بقالكش كتير مع الفريق. شاركت مشاركة فعالة جدا ومميزة جدا ونلت إشادة كل الجماهير والمتابعين والنقاد. فكرت إزاي في البطولة دي؟ مشاركة مهمة في ظروف كانت صعبة على الأهلي في إصابات وغيابات كتير جدا. والله هو أنا كنت يعني الحمد لله طبعا هي دي كانت بداية كويسة، والحمد لله أن أنا نزلت وأديت، بس زي ما أنت لسه قايل أنه يعني الأهلي بمن حضر، مش فارق مين في الملعب، مين موجود مين مش موجود، كلنا واحد وكلنا لابسين شيفت النادي، ودي مسؤولية على اللعيبة كلها. خلاص انت لبست شيفت النادي بقى عليك دور كبير، عليك مسؤولية كبيرة، مفيش أي أعذار، مفيش يعني انت خلاص لابس شيفت النادي الأهلي، فلازم تأدي أداء النادي الأهلي، لازم تلعب باسم النادي الأهلي، لازم تلعب بشخصية النادي الأهلي اللي هي دايما شخصية بطل، فانت وانت جاي كمان بطل أفريقيا، فانت يعني ما عندكش اي اعذار. يعني انت لو لا قدر الله كان حصل اي نتيجه سلبيه، ما حد يعني ما فيش حاجه اسمها ان في غيابات، ما فيش اي حاجه، هو انت خسفت بس، فما فيش اي اعذار. انا استعدادي للماتش يعني انا كنت مركز جدا، بدات او ما بداتش، نزلت دقائق قليله، نزلت دقائق كتيره، انا مركز من بدري انه انا لما اخد لازم اكون كويس، لازم اكون قد المسؤوليه، لازم اكون جاهز. فالحمد لله ربنا قدرني وان انا كنت كويس، و والحمد لله بداية كويسة يعني نحمد ربنا عليها الحمد لله. يعني حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ هو طبعا جمهور النادي الاهلي كان يعني داعم كبير لينا في البطولة وقبل كده وطول عمره. يعني انا مثلا من ساعة ما جيت النادي، من قبل ما اجي النادي اصلا، والجمهور بيساندني والجمهور بيدعمني من اول بس ما عرفوا ان كريم فؤاد هيروح الاهلي، وانا الجمهور بيساندني وبيدعمني حتى من قبل ما اروح في ماتشات انبي، والجمهور واقف في ظهري والجمهور بيدعمني، الجمهور يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يعني مخلينا ان احنا قادرين نفرح ناس كتير وقادرين نسعد ناس كتير بحاجات بسيطه ممكن نقدمها، فدي نعمه من عند ربنا بصراحه يعني بنشكره عليها. والحمد لله يعني الحمد لله يعني على نعمه جمهور الاهلي، هي حاجه كبيره وبصراحه يعني الجمهور يعني سند لينا بشكل كبير وحاجة أساسية من أساسيات اللعبة بصراحة. إن شاء الله بالتوفيق دايما يا كريم. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي كريم فؤاد، أحد اللاعبين المبشرين جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون عنده مسيرة مميزة من الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي. والآن عودة لك يا كابتن إسلام في الاستوديو، اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جميل كريم فؤاد يا كابتن. لعيب مميز جدا وهادي وليه مستقبل ان شاء الله كبير مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نيجي طبعا نيجي بقى للسؤال اللي ساله لك اسلام قبل ما نطلع مع طبعا كريم، وبنتكلم على علي لطفي. اكيد علي لطفي، خلي بالك انا علي كان معايا من ايام منتخب الاولمبي كمان، فعلي مميز جدا. علي كان يعني عنده موهبه، تقدر تقول ان عنده موهبه كويسه، فعايزك تقيم لي علي من خلال الماتشين اللي فاتوا في كاس العالم الانديه.
طبعا زي ما حضرتك قلت كابتن علي طبعا جول مميز وكل حاجه، وكمان كان من نجوم اللقاء الاولاني بتاع مونتيري، كان اهايل وطلع كره فرقت جدا في الجيم، اللي هي الكره اللي بالهيد كانت اسلام، كانت برياكشن غير طبيعي. هو عنده موهبه كبيره جدا وحارس مميز، وبالدليل ان هو موجود في النادي الاهلي. لكن انا عايز اقول لعلي ان هو لازم يلعب وهو مستمتع، لازم يلعب وهو ما يقلقش من حاجه، لازم يثق في امكانياته. مضغوط قوي يا امير. مضغوط شويه يا كابتن، وانا يعني اكيد طبيعي ان خلي بالك اي حد بيلعب في النادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، وخصوصا انك انت حارس مرمى النادي الاهلي، فبالتالي هو علي بيحسبها ان انا عايز اطلع من ال 90 دقيقه ان انا ما اكونش غلطان، وده ممكن يسبب لك اخطاء في اللقاء، ولكن ده ما يقللش من علي جول كبير جدا، وان شاء الله هيبقى بكره ليه دور كبير جدا في اللقاء. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون ان شاء الله التوفيق مع الفريق ومعاه هو كمان، لان هو انا عايزه يلعب وهو مستمتع، هيلعب فريق قوي. مهم قوي دي. هيلعب فريق قوي، هيبقى عليه هجمات كتيره جدا، عايزه يلعب ما يقلقش. بيبقى فيه زي ما بنتكلم كده ساعات، بيبقى فيه مثلا كلام ما بين حارس المرمى وخط الدفاع اللي قدامه، كان دايما وانت اكيد حضرت ده اسلام، ان دايما كل خط كده بيقعد مع بعضه، يعني خط الظهر نقعد مع بعض نتكلم طبعاً. مع بعض ايه دور، يعني ايه اللي ممكن يتعمل، او بكره ممكن ايه علي يقعد مع المدافعين بشكل خاص ويتكلموا في النقاط اللي هو شايف ان ممكن جدا لا في الوقت ده لازم نعمل كده في الوقت ده، يعني ده مهم برضو في ليله المباراه، ان يكون كمان في قعده مع اللعيبه بعيدا طبعا عن الاداره الفنيه. هو في جزئين يا كابتن، الجزء الاول بيخص اللعيبه، وفي جزء يخص الجهاز الفني واللعيبه عامه. طبيعي. اكيد طبعا بعد اللقاء اكيد مستر موسيماني والجهاز قعد مع اللعيبه وعمل اجتماع وشاف الاخطاء وشاف السلبيات والايجابيات، لان انت عشان ما تتكررش تاني، وانت عندك بكره ماتش صعب، وعندك يعني الماتش اللقاء بكره مش مستاهل اي اخطاء او عدم تركيز. اكيد هيفيدنا اللقاء بتاع بالميراس ان احنا هنشوف الاخطاء ايه وان شاء الله هنعالجها وبكره ما تتكررش باذن الله. تاني حاجه حته اللعيبه، اللعيبه الكبيره، اللعيبه الخبرات، اللعيبه الكباتن الفريق اكيد هيقعدوا مع بعض، ان خلاص ينسوا اللقاء اللي فات، وعندنا لقاء مهم اكيد برونزيه كاس العالم اكيد هتبقى اضافه كمان لينا، اللعيبه تاخد ثقه وان شاء الله يعني يعملوا لقاء كويس، وكده يقعدوا مع بعض. وانا متاكد ان هم اصلا لعيبه بينهم وبعض، اول ما روحوا الاوتيل بعد اللقاء اكيد قعدوا مع بعض واتكلموا، واكيد كل خط قعد مع الخط الثاني، وحراسه المرمى اكيد، ومستر ميشيل يانكون اكيد قعد مع حراس المرمى واتكلم مع علي. اعتقد ان ده خلاص القصه انتهت، ومفيش حل غير انك انت عندك 90 دقيقه قدام فريق قوي، قدام فريق كبير جدا، خسر طبعا 1-0 امام تشيلسي، وكان عنده فرص ان هو ممكن حقه شرع ان هو يوصل للفاينل، فبالتالي ماتش بكره محتاج تركيز، محتاج قوه، محتاج هدوء كمان، وهدوء، وكل الناس تلعب بثقه، ومفيش ادنى مشكله، انت بتلعب بطوله كبيره، خلي بالك كابتن الاجواء. صحيح. كابتن اسلام اكيد وحضرتك لعبت في اوروبا يا كابتن هاني، الاجواء دي مش هتتعوض تاني، انك انت بتلعب بطوله كبيره، الاجواء، التنظيم، الملاعب، كل حاجه. يمكن افتكر لو تفتكر يا كابتن اسلام في كاس العالم ثالث العالم، كابتن خطيب نزل لعب معانا وشاف الاستاد وشاف الجو وشاف ال، قال لك فاكر لما قال لك يا اولاد الذين انتوا عايز ارجع تاني والعب، يعني نفسي ارجع، والاجواء دي كانت لو على ايامنا كانت تبقى الامور كويسه جدا ومختلفه. فالاجواء بتبقى من ناحيه التنظيم، من ناحيه الملاعب اكيد بتبقى جو حلو جدا انك انت تستمتع بيه، وانا متاكد حتى اللعيبه الدوليه يعني بيلعبوا في حدث كبير زي كاس امم افريقيا، تخش على حدث كمان كبير كاس العالم الانديه، اللعيب بيبقى مبسوط ان هو بيبقى بيلعب في البطولات اللي زي دي. فاتمنى مع التنظيم، مع ان شاء الله باذن الله الهدوء، ويلعبوا بثقه ويلعبوا بروح، وان شاء الله بكره يكون التوفيق محلي في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. برضو عايز اوديك لحته الشناوي. الشناوي لما يكون عندك كعلي لطفي بقى، لما يكون عندك الحارس اللي بيلعب بقى له فتره، هو الحارس الاول للنادي الاهلي بقى له فتره، والحارس الاول لمنتخب مصر بقى له فتره، علي في المباريات اللي زي اللي لعبها خلاص الشناوي مصاب، هل ده بيبقى بيؤثر عليه بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن، طبيعي ان اي حد في الدنيا او اي لاعب في الدنيا بيحب ان هو يشارك بشكل اساسي، واكيد علي بيفكر او مصطفى او حمزه الحراس المرمى الموجودين، مش عايزين ننساهم برضه، دول المستقبل ان شاء الله باذن الله. طبيعي ان علي وهو اكيد بيلعب بيبقى حاسس ان هو مثلا لو لعب ايا كان لعب كويس بشكل كويس، طبيعي ان محمد الشناوي رقم واحد في افريقيا، رقم واحد بس مريت بنفس الظرف تقريبا، انا فاكر في كاس العالم حتى. طبعا كاس العالم بالظبط، وخلي بالك لما الحضري اتصاب
وانت اللي لعبت انترناشونالي فجاه كده يعني في البطوله نفسها. يا كابتن البطوله انا ثالث العالم اللي انا شاركت فيه، انا ما شاركتش بس الماتش الثالث العالم، انا شاركت انترناشونالي. طب ما هو ده الاحساس اللي بنتكلم عليه، لما انت بتحس ان في في رقم واحد وفي اثنين وانت رقم اثنين ورقم واحد بيغيب، زي حاله طبعا الشناوي وعلي لطفي. خلي بالك امير امير برضو ما هو انا بقول لك نفس القصه بالظبط حصل بالظبط بالظبط. ايه بقى يعني ايه اللي ممكن تقوله لعلي لطفي تخليه يبقى لا خلي بالك علي ما تحطش ضغوط على نفسك، العب يعني بتركيز وهدوء في نفس، يعني تقول له ايه في الظرف ده؟ وامير كان سبب مكسب لينا خلي بالك في ما هو انا ما هو ده اللي انا يعني ما هو ده اللي انا عايز اوصل له، هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها كابتن ايمن كابتن، لانه في الاخر امير لعب ربع ساعه وبعدين تفاجئ انت عارف الحضري ده بتبقى اصعب كمان عارف الحضري يعني أصعب. ما مش عايز يسيب يعني لغايه اخر ثانيه لو انا ما كانش عليا الدور ان العب خلي بالك ده مهم كمان. جدا طب اشرح لنا احكي لنا القصه. بص يا كابتن يمكن زي ما كابتن اسلام قال احنا ماتش انترناشونالي كان طبيعي ان مستر مانويل جوزيه كان عامل سيستم اللي بيلعب اساسي، الاثنين الحارسين التانيين بيلعبوا بيبقوا احتياطي ماتشين وماتشين. احنا كان اخر لقاء لينا المقاولين العرب كان هنا وانت عارف البطولات المجمعه بيبقى الثلاث حراس وال20 لاعب موجودين كلهم موجودين على دكه البدلاء. فلما رحنا هناك كان اخر ماتش ليا المقاولين العرب هنا في مصر وماتش تقريبا اديليت الاستراليا كابتن اسلام لو تفتكر. لا اللي هو الفرقه اللي اكرون سيتي اوكلاند. اوكلاند تمام بتاع 2-0. ده كان اخر لقاء ان المفروض لو على السيستم اللي عامله مستر مانويل جوزيه انا خلاص ده اخر ليا، ولو في حاجه حصلت للحضري بعد كده او وقف الكابتن نادر هو اللي هيلعب. فالمهم اللي انا عايز اقوله يا كابتن اي لاعب موجود لازم يبقى مستعد. هو ده اللي دي النقطه برافو عليك، هي دي النقطه اللي انا عايز اقولها. يعني انت ما تعرفش هتنزل امتى بالظبط خالص، مش انا عليا الدور خالص، لكن انا مركز وفي نفس الوقت مستني ان انا حتى لو خدمت النادي الاهلي في اي، هو ده المهم اللي لازم نوصله للعيبه. لو لعبت دقيقه دقيقتين 90 دقيقه انت بتدافع على كيان كبير هو اللي هو النادي الاهلي، وفرصه ليك انك انت كمان تثبت نفسك. في اللقاء ده انا سخنت مرتين كمان بالظبط، حضري وقع مره وبعد كده قمت سخنت مش عايز يغرق وبعد كده ايه وعنده ايه ده كان عنده حاجه قطع في الرباط الداخلي. لا يعني قعد بتاع شهرين ثلاثه مثلا تعبان يعني ولا حاجه. بعد كده فانا مش فاكر بعد كده فوجئت اصلا ان مستر مانويل جوزيه قال لي امير سخن، فانا بصيت له قال لي سخن في ايه؟ قلت له اوكي، قال لي انا حاطط دماغي ان انا مش عليا الدور يعني. المهم نزلت وسخنت وبعد كده قعدت ثاني وبعد كده نزلت. لما جيت لعبت هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، حدث تاريخي وانت كنت ما بتشاركش فعايز تشارك ويكون ليك بصمه مع النادي الاهلي. خلي بالك ربع ساعه كانت ايه كمان؟ مش عايز اقول لك بنلعب في ال 18 وان سايد جيم. مش عايز اقول لك يعني مش عايز اقول لك والله مع الجو انت عشان تسخن يا كابتن هاني لازم تقعد ربع ساعه ثلث ساعه تسخن اصلا. فبالتالي لما لعبت الحمد لله 10 دقايق ربع ساعه صديت انفراد وكم كره عرضيه ادتني ثقه. خلاص بقى انا بقيت ساعتها خلاص حطيت نفسي ان انا هلعب ثالث العالم. الحمد لله فرنت جامد جدا ومن كتر حماسي انا اتعورت في تمرين، وبعد كده لما رجعت تاني اتعورت في تسخينه كابتن اسلام لو تفتكر. فقلت لا مش عارفين في ايه، انا مش عارف في ايه. فقلت لا مفيش حل، حدث تاريخي وبلعب باسم النادي الاهلي، فطبيعي ان انا هموت نفسي والعب بروح النادي الاهلي ان انا ماتش مهم جدا والعالم كله بيتفرج عليا. ويمكن ساعتها لو تفتكر يا كابتن اسلام بوفون اتكلم عليا في السايت بتاع موقع يوفنتوس وفالديز كان ساعتها موجود لو تفتكر يا كابتن اسلام. بعديها برشلونه لعبنا برشلونه فالديز هو اللي نادالي يعني هو عارفني من كاس العالم. فكل دي حاجات حلوه الواحد لما بيحط بصمه فيها اكيد كل بيختلف معاك هي الموضوع. الفكره انك ازاي تكون التركيز العالي مع الهدوء كمان، دي نقطه مهمه جدا، لان ساعات حتى بنقول للعيبه لو فكرت انك هتخاف تغلط هتغلط بالظبط يا كابتن هاني. دايما لما يعني الناس بتبقى نازله خايفه ان انا اغلط، لا يعني ركز لكن اغلط يعني الحر بكوره واستمتع بالاجواء بالظبط بالظبط. هو انا يعني طول ما انت هتبقى حريص في البوزيشن بتاعي او حريص في الشوطه خاصه حارس المرمى ده طبعا الرياكشن في نص طبعاً. يعني في اقل من ثانيه لازم تاخد الرياكشن بتاعك طبعا. هنا بقى اللي انا عايز انقله لعلي او مصطفى وارد ممكن تلاقيه موجود جوه. ما هي دي انا هو ليه امير بيقول القصه دي؟ هو ليه امير بيقولها؟ مرينا بيقولها. اتمنى ان علي يكون قاعد بيسمعنا والله بجد، لانه بقول لحضرتك نفس الموقف ونزل في ربع ساعه انت عارف الربع ساعه الاخيره صعب. وفريق زي انترناشونالي ده وكان معاه 2 3 لعيبه من اللي هم بمليار جنيه و2 مليار جنيه والكلام اللي بيعملوه ده، وامير نزل ربع ساعه يعني ربع ساعه صعبه صعبه. ونزلت يا كابتن وانا مستمتع والله بجد حقيقه استمتعت والحمد لله كنت مبسوط جدا وانا بلعب ولعبت ثالث العالم الحمد لله كنت مستمتع وعملنا بطوله يعني اللقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها دي يا امير ان الكابتن بالظبط
هي دي كانت في اليابان. هي دي كانت في اليابان، ما دي كانت السنه اللي او بعديها بشويه صح بالظبط. فالقصه كلها لما 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 اللي انا عايز انقله، وخلي بالك احنا برضو عشان مريت بده فانا بحكيه، هنروح بعيد ليه. انت عندك حمزه علاء ماتش اعتقد يا كابتن كان اخر ماتش في الكاس الرابطه، في كاس الرابطه هو فجأة. عرف هيلعب فين؟ هو في الاوضه، بنك الاهلي في الاوضه، في اوضه اللي في الاستاد يعني. مصطفى مشي من الاستاد عشان موضوع كورونا، عشان كورونا، فبالتالي لقى نفسه بيلعب. فانت طبيعي انك انت بنقل الصوره دي لعلي، وارد ممكن تلاقي مصطفى بكره في الجيم، ممكن تلاقي حمزه ما تضمنش ظروفها ايه. انا عايز علي وهو بيلعب يستمتع بالاجواء ويستمتع بتركيز وبقوه ويثق في امكانياته. بالظبط، امكانياته كبيره جدا يا كابتن، لازم يبقى عنده ثقه في امكانياته. تاني حاجه، مش عايزه وهو بيلعب يبقى حريص زياده عن اللزوم، مش عايزه يبقى بيلعب يحط في دماغه الناس هتقارني بالشناوي، لا. أيوة. ده موضوع وده موضوع، هي دي النقطه. انت كده في العب بامكانياتك، العب بثقتك، العب بموهبتك، وفي الاول وفي الاخر ما هو في جهاز فني هو اللي بيحدد مين اللي هيلعب ومين ما بيلعبش. يمكن انا كان حدث يعني مكالمه بيني وبين علي بعد التالق اللي لعب فيه في زمالك، ماتش الزمالك، كلمته قلت له علي خلي بالك احنا عندنا سموحه لو تفتكر يا كابتن بعديها قدامنا 4 ايام، هنيته طبعا على اللقاء، وقبل اللقاء انا كلمته قلت له انت بتلعب ماتش كبير ضد نادي الزمالك، الماتشات دي اللي بتنور مع الناس ودي اللي بتدي ثقه للجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي والجهاز الفني وكل الناس. فهو علم الحمد لله في اللقاء وكان عمل ماتش هايل جدا وهنيته، وكنت مكلمه قبلها قلت له استمتع بالماتش، استمتع بالماتش، ولعب كان من نجوم اللقاء. بعديها قلت له وارد انك انت ما تلعبش، يعني وارد انك انت طبيعي ان محمد الشناوي رقم واحد يعني راجل مميز، وطبيعي ان هو يرجع ويلعب، ما تحطش في دماغك الكلام ده، سيب الجهاز الفني هو اللي يحكم. انا عايزك لما تيجي تلعب تأدي بشكل كويس، تبقى عندك ثقه في نفسك وفي امكانياتك، هو ده الاهم. فانا عايزه بكره يلعب بثقه كبيره جدا، يلعب بامكانياته الكبيره اللي هو عارفينها عنه، وفي نفس الوقت ما يقارنش اي حاجه باي حاجه، وعنده 90 دقيقه لازم يبقى في لينك بينه وبين خط الدفاع اللي موجود، لازم يبقى التركيز 100%، لانك خلي بالك يا كابتن انتوا نجوم كبار ولعبتوا في النادي الاهلي والناس عارفه انك ثانيه لاخر ثانيه، خصوصا مركز حراسه المرمى. فانا عايزه بكره ان شاء الله، وانا متوقع ان شاء الله هيبقى عامل لقاء بكره باذن الله كويس، لان امكانياته كبيره باذن الله، واتمنى ان شاء الله يكون مركز، والتوفيق ان شاء الله للعيبه وللنادي الاهلي بكره ان شاء الله. انا بشكرك ربنا يوفقهم طبعا، كلنا طبعا ورا النادي الاهلي ورا فرقتنا، وباذن الله ان شاء الله يكون البرزيه الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن لا اشكر انا اللي بشكرك. لا انا النهارده اقول لك هو اللي قاعد على كرسي ازرق فهو بيشكرك. امير شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا، ويعني كل الحاجات اللي انت حكيتها دي بتودينا لحاجه احنا عايزين نوصلها لجمهور النادي الاهلي، واتمنى ان علي يكون كان بيتفرج على امير، لانه بقول لحضرتك انا فاكر اصلي الموضوع ده يعني كانه امبارح بالظبط كده، وانا بصيت لامير امير نازل، طب احنا مش امير يعني عارف اللي هو احنا قاعدين كده عمالين نقول واحنا في الملعب عمالين نقول ايه ده مش امير اللي عليه، طب ما صح نادر ولا طب ايه. المهم امير لعب ولعب ربع ساعه، لان ربع ساعه يتخلص عليك وبعدين ده اصعب كمان انك تلعب ربع ساعه لازم تخش رتم الماتش بسرعه، وكانوا كنا مضغوطين كمان ونجوم كبار زي باتو مثلا انا قصدي فاكر يا كابتن بالظبط يحط الكره اللي هي عارف اللي بوش رجله الخارجي اللي هي تلف تروح تعمل كده وحاجات بقى يعني كنا بنشوفها. فبالتالي لما تسمع الحكايه دي بتجدها هو اللي هيحصل بكره، لا هو كل سنه علي هيلعب طبعا، ولا قدر الله لو في اي حاجه ثانيه، لا قدر الله لا قدر ربي، انا هتلاقي مصطفى، لا قدر الله هتلاقي حمزه، ما تضمنش اي حد، لازم وارد يبقى موجود في كلنا ثقه في اللعيبه، وخاصه علي زي ما بقول علي كمان من الحراس المرمى اللي انا في اعتقادي الشخصي لازم يؤمن بامكانياته الاول، وده مهم جدا انك تثق في نفسك الاول عشان تكتسب الثقه للاعيبتك ولجمهورك. فطبعا علي جون مميز، عنده ثقه، وانت علي ان شاء الله باذن الله ركز انك تكون ان شاء الله كمان سبب باذن الله فوز فرقتنا ان شاء الله بكره. كل التوفيق لفرقتنا. امير بنشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا وشرفتنا كالعاده يعني. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد جدا مع حضرتك ومع كابتن اسلام، وسعيد جدا لما ببقى موجود في قناه النادي الاهلي، واتمنى التوفيق بكره ان شاء الله للنادي الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. انا كمان بشكرك جدا امير على وجودك معانا النهارده، واستفدنا جدا جدا من كل الكلام اللي انت بتقوله، واتمنى ان نكون مره ثانيه وثالثه وعشرة ان علي يكون سمع الكلام اللي قاله امير. كلنا بنثق فيك في علي لطفي وفي كل اللاعبين اللي هيلعبوا بكره، عندنا مباراه مهمه ومباراه صعبه، العبوا واستمتعوا واتبسطوا، مش كل شويه هنلعب في كاس صحيح العالم صحيح. وانت نفسك كلاعب محدش عارف السنه الجايه كل واحد هيبقى فين، استمتع والعب، واعرف ان وراك 70 80 مليون اهلاوي مستنيينك، استمتع والعب عشان ربنا يكرمك ونفرح بكره ونتبسط مع بعض ان شاء الله. احنا هنكون مع حضراتكم على الهواء بكره الساعه 10 بالليل ان شاء الله، ان شاء الله يا رب نكون بنحتفل
بالميداليه البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي. امير انا بشكرك مره ثانيه وثالثه وعشرة ايضا النجم الكبير كابتن هاني رمزي انا بشكره طبعا على التواجد معاه، شرفنا الحقيقه ان هو يكون متواجد معانا على الشاشه وجنبنا ونقعد جنبه كده ونستمتع بحواره الفني وحواره اللي دايما بنستمتع بيه. شكرا جزيلا يا اسلام، كنت سعيد وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم عارفين وخلال العشر ايام اللي فاتوا الاهلي في المونديال لسه لم ينتهي. بننتقل الى زملائنا الاعزاء محمد فارس واحمد اسامه، والنهارده بقى وكلام كتير جدا في مباراه بكره خلال تواجدهم معانا محمد فارس واحمد اسامه. اتفضل. اهلا بحضرتك كابتن اسلام، اهلا بكابتن هاني وكابتن امير، وما اشبه الليله بالبارحه. علي لطفي امامه انه يكتب التاريخ ويكون بيشارك في كاس العالم للانديه في تحقيق برونزيه، انجاز ما تحققش كتير وحراس مرمى قليلين جدا اللي في تاريخ النادي الاهلي اللي لعبوا كاس العالم للانديه. ان شاء الله يكون التوفيق حليفه بكره، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق الميداليه البرونزيه. في تاريخ النادي الاهلي حكايات كتير، ولكن لسه في تاريخه لم يسبق انه حقق برونزيتين ورا بعض، ولان الاهلي في المونديال لسه في جديد ان شاء الله تكون اول برونزيه للنادي الاهلي الثانيه على التوالي. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا اسرار كتير جدا.